Fluid Intelligence أو الذكاء الفطري المش مكتسب بيتمثل بالتفكير التجريدي وإيجاد حلول للمشاكل. هو مختلف تماماً عن الذكاء المكتسب بالعلم والمعرفة اللي بنسميه Crystallized Intelligence. ذكاء ما بيجيب السعادة، والدراسات بتدل إنه الأذكياء هن من أكثر الأشخاص يلي بيعانوا من الاكتئاب وتقلبات المزاج، وأعلى نسب انتحار موجودة عند الأذكياء. دراسات على مجموعة من الولاد يلي بيتغذوا من الرضاعة الطبيعية أظهرت تمتعهم بمستوى IQ أعلى من غيرهم. مين قال إنه قياس الرأس ما له أي ارتباط بمستوى الذكاء؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.